مساء الخير عليكم، اهلا بيكم في الفيديو لقراءة التارو لبرج الميزان. يا ميزان، في عندك هروب من شيء انت خايف منه، حاجة متوقع مثلا، متوقعة انها تحصل وتهرب منها، عملت حاجة غلط وخايف حد يأنبك، في حالة هروب، واللي هو لو اتواجهت هتواجه بعنف شوية، فبتفضل الهروب لأنك مش عايز تواجه، لأن لو اتواجهت هتكون مواجهتك عنيفة شوية. أنا بنصحك، أو التارو بينصحك، واجه، ما تهربش، بس واجه بدبلوماسية، حاول تحل الأمور بهدوء وبالراحة، وبإذن الله كل شيء هيتحل. زي ما قلنا، الميزان وهو معتدل وعنده اتزان في كل حاجة، مشاعره متزنة، والمزاج يعتبر معتدل، ما فيهوش تقلبات كتير، المزاج ان شاء الله معتدل. وكمان الكارت ده بيدل يا ميزان، انت لو في علاقة فالعلاقة كمان متزنة، يعني ما فيهاش اكستريمز، ما فيش مثلا عطاء بزيادة، ما فيش او مثلا بعد او قسوة بزيادة، كل شيء متزن. يا ميزان، في شخص بيحبك، انا ما اعرفش، يعني كل واحد على حسب حالته، شريكك اللي معاك بيحبك جدا وعايز يقدم لك، عايز يقدم لك حاجات كتير، يعني نفسه يقدم لك كمان اكتر من هو بيقدمه لك. اللي لسه مش في علاقة، فدي علاقة جديدة، في شخص هيقرب منك هيعرض عليك عرض، يعني هيقدم لك شيء. في كلتا الحالات حاجة حلوة جدا جدا جدا. الحالة المادية يا ميزان فيها تحسن، ان شاء الله تحسن كويس قوي، ده 10 of pentacles. العيلة كلها هتكون ملمومة حواليك وبتهنيك على الخير الحمد لله اللي جالك ده، والتطور المادي اللي انت فيه ده، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. الايام دي انت صاحب سلطة وقرار يا ميزان، مسيطر على الوضع، بتاخد قرارات شديدة، قرارات مهمة وقرارات مصيرية. ننتبه للموضوع ده، لو قرار مصيري نخلي بالنا، لأن في حد برضو جنبك هنا يمكن بينصحك نصايح مش دقيقة، مش كويسة للوضع اللي انت فيه دلوقتي. خلي بالك من النصايح اللي بتتقال لك، ركز فيها ودورها تاني في دماغك قبل ما تقوم بأي خطوة، بالذات انك انت دلوقتي بتاخد قرارات مصيرية زي ما احنا بنقول. في خوف، ما فيش شك، في حاجة مخوفاك، في حاجة قلقاك، النوم عندك مضطرب شوية، قلقان، في قلق. في هنا كمان، بسم الله ما شاء الله يا جماعة، احنا وصلنا 3K، انا مش مصدقة ازاي، وشوفوا حلو عليا كده، ايه الجمال ده، 3K، الحمد لله يا رب. الكارت ده بينم عن الخير، في خير جاي لك، جاي في اتجاهك انت، وجاي لك بسرعة شديدة. الخير ده يا ميزان ممكن تكون عملته في حد ودلوقتي بيرجع لك، الخير ده ممكن يكون حاجة انت كنت منتظرها من فترة، عملت مجهود جامد فيها، بذلت فيها مجهود شديد وما اخدتش المردود بتاعها في وقتها، دلوقتي هتاخده ان شاء الله، جاي لك المردود ده قريب جدا. المطلوب منك The High Priestess بتقول لك لازم تقرب من ربنا الفترة دي، تتعبد كتير وتتكلم مع ربنا. في أسرار كمان عندك يا ميزان، واضح إن في أسرار، خلي بالك لا تتفشي في كمان. الكارت ده بيدل على إن السر بيتفضح، أما أنت هتعرف سر عن حد قريب منك أو سر ليك أنت، هيتعرف. خلي بالنا، الموضوع ده مهم جدا. ذا ماجيشن، الساحر. الساحر ده نهاية وبداية، يعني في شيء بينتهي، مرحلة تنتهي وبتلحق بيها مرحلة جديدة على طول. المرحلة دي انت اكثر خبرة فيها. الساحر ده معاه ادوات كتير جدا زي ما بنقول، معاه العصا ومعاه الكوباية والكوين، معاه كل الاربع ادوات المهمين في حياتنا، فرصك كتير يا ميزان، هتعرف تستغلها كويس.
لان عندك الذكاء وعندك الادوات انك انت ازاي تعرف تستغل الفرص دي لمصلحتك انت. وده افتكر ده اللي هيسبب التطور في الحاله الماديه دي. نركز، نصحصح، نشوف الفرص ما نعديهاش، ونعرف نستغلها كويس. نلخص القراءه: محبوب من حبيبك يا برج الميزان، حبيبك بيحبك بجد حقيقي ونفسه يديلك حاجات كتير جدا. الناس اللي مش مرتبطين في علاقة، في شخص هيتقدم وهيتكلم وهيبوح بالحب بتاعه. في هروب من حاجة يا ميزان، لو بتهرب من حاجة بليز واجهها، واجهها بصورة بطريقة منطقية وبهدوء، من غير عنف، حتى لو كنت غلطان مفيش مشكلة. بلاش أسلوب قلب الترابيزة اللي هو علشان يعني خدوهم بالصوت ده، لأ. لو غلطان اعترف بغلطك، واللي قدامك اكيد هيغفر وهيعدي الموضوع عادي جدا. حزمة القرارات اللي بتتاخد دي نخلي بالنا، اللي بينصحنا جنبنا ده شايفين هذا الكائن ده بينصح نصايح مش كويسة. ما بنقولش ان ننحيه، لا خليه موجود، بس اي حاجة يقولها لك عيد التفكير والنظر فيها. ادي القراية الاولى، الحمد لله حلوة جدا يا ميزان ما شاء الله. مش باين عندي سفر، مش باين عندي أي حاجة من الحاجات دي. بشكرك يا هالة، إنما اللي يهمني الحالة المادية الحمد لله إنها متطورة، وزي ما قلنا ما ننساش نقرب من ربنا أكتر الفترة دي. حتى على سبيل الشكر على الحالة المادية اللي بتتطور دي، الحمد لله ربنا يزيدكم إن شاء الله. طيب الحالة العاطفية المرحلة الأولى من برج الميزان، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعي انتي بالذات، ها تعالوا بقى نشوف ايه الموضوع. اوكي، الميزان عايز ايه؟ الميزان متكتف يا جماعة، بصوا عامل ازاي؟ متكتف، مش عارف ياخد حركة ولا خطوة. ليه بقى؟ خايف، السماء مغيمة، مش شايف قدامه، هو مش شايف قدامه الخطوة اللي جاية دي، هل هتبقى صح، هل هتكون غلط. فهو قرر ان هو يقعد مكانه ما ياخدش اي خطوة، قال لك مش هتحرك. بس هو متضايق من الوضع اللي هو فيه ده، نفسه الحالة دي يخرج منها. 4K، الله اكبر، واللهم صلي على كامل النور. انا مش مصدقه نفسي يا جماعه، احنا لازم نحتفل، لازم نحتفل بجد. شكرا بجد، شكرا، بحبكم قوي بجد. هنا بقى في مشاكل بالهبل بالهبل، عنده مشاكل حتى مش قادر يشيلها، مش قادر يرفعها حتى من على الارض، فوق حتى مستوى تحمله، فوق ما هو يتحمل. نفسه برضه في مساعدة، عايز مساعدة من الشريك، واخد بالك؟ Queen of Wands ده الميزان شايف شريكه كده. Queen of Wands دي هو مش ضروري تكون دي، ممكن يكون ده. Queen of Wands ده شخص قوي، شخص عاقل، شخص بيتحمل مسؤولية، شخص جدع، بيشوف شخص جدع من الآخر. وعنده عطاء، بص ماسك ورده، يعني عنده الاثنين، ماسك عنده الحاجتين، عنده الحنان والحب وعنده القوه الاثنين مع بعض. فمفيش احلى من كده، شايفك بصوره حلوه جدا يا ميزان، قصدي انت يا ميزان شايف شريكك بالصوره دي. الطاقه ما بين الميزان وشريكه هدف، في هدف هو انتوا بتسعوا ليه انتوا الاثنين، وعايز ومش هترتاحوا غير لما توصلوا له. الناس دي لو هما متجوزين فالهدف ممكن يكون انتوا اعلم بيه، المهم ان انتوا الاثنين على نفس الصفحه، انت وشريكك يا ميزان على نفس الصفحه، هدفكم واحد. شريكك بقى يا ميزان حاسس بخساره، حاسس تقل على كتافه، وحاسس ان هو مهزوم وخسر، خسر شيء كبير جدا. نفسه
نفسه في حالة مادية أحسن، ممكن يكون دي حاجة كمان من الحاجات اللي مأثرة عليه، إنه نفسه حالته المادية تكون أحسن. وشايفك إزاي؟ شايفك أساس قوي جدا، أساس ممتاز، بس محتاج شغل. في حاجات موقفة الموضوع، في حاجات لازم تشتغلوا عليها انتوا الاتنين مع بعض. في شيء هيحصل الفترة دي، دي حالة انتصار. العلاقة دي هيحصل فيها حاجة، يعني مش عارفة أقول، هي فرحة عامة، هي فرحة. لو كان في فراق الفترة دي وانتوا بعاد، بما ان انا مش شايفة انه هنا ده متكتف مش عارف يتحرك وده حاسس بخسارة، فانا حاسة انه ممكن يكون حصل فراق، او مش شرط فراق بمعنى فراق اللي هو انفصال او طلاق او ان انتوا تسيبوا البيت، حتى فراق ان انتوا بعاد عن بعض في بيت واحد ومع ذلك منفصلين. يعني في حاجة كويسة هتحصل للعلاقة دي، هتحتفلوا بحاجة، في رجوع، في شوية حيرة طبعا. المرحلة اللي بعدها زي ما تقولوا انتوا في عملية تحول، يعني انتوا كنتوا في حاجة، كنتوا في مرحلة كنتوا بعاد او كنتوا ما كنتوش مع بعض، وابتديتوا ترجعوا، ففي شوية حيرة، مش عارفين تتعاملوا مع بعض بالطريقة المظبوطة. لكن برضو هتقدموا لبعض حاجات، يعني انت هتقدم له حاجات يا ميزان، وشريكك هيقدم لك حاجات في المقابل، وهيبقى فيه جو ألفة كده، والموضوع هيبقى كويس جدا ان شاء الله. اللي يهمني في الطاقة انكم انتوا الاتنين رايحين لنفس الهدف، دي اكتر حاجات تهمني. زعل، حاسس بخسارة، شريكك خايف ياخد اي خطوة، الميزان يعني مش عايز ياخد اي خطوة وثابت مكانه، مشاكل كتير، عايزين فلوس، الحالة المادية، عايزين تطور، كل دي مشاكل. طول ما الهدف واحد كل ده يتحل ان شاء الله، كل ده يتحل. بص يا ميزان، لو انت دلوقتي بتمر بمشاكل وعندك حاسس بهزيمة او حاسس بحالة ضعف ووهن كده، يعني hold yourself كده، gather yourself، في طاقة انتصار جاية لك. سيف، ace of swords، هتحس بقوة شديدة جدا، يعني حتى لو انت ما كسبتش المعركة مش هتحس بانهزام، مش هتحس بضعف، ده الا اذا كنت يعني هتكسب المعركة بالفعل. انت شخص قوي، ما بتتكسرش، ما بتتهزمش، وما بتتنسيش. في معافاة كمان من شيء كان تعبك يا ميزان، يمكن تكون كنت تعبان جسديا او تعبان نفسيا، كنت في حالة بعد شر رائد أو نايم، أو يعني حتى ممكن تكون حالة نفسية وحشة لدرجة صعبة جدا. judgment، في معافاة من الحالة اللي أنت فيها دي، هتقوم وهتصح وهتفوق وتصحصح كده. الكارت ده كمان ليه معنى تاني، إنه أنت هتطلق حكم نهائي على شيء. خلاص، حاجة كانت متعلقة بقالها فترة طويلة ونايمة برضو، فأنت هتاخد قرار نهائي، خلاص judgment، الحكم النهائي. الحكم النهائي ده هيحصل بعد احتفال، الله أعلم، دي مش علاقة ثلاثية، أنا مش شايفها علاقة ثلاثية خالص، نهدى للي شافوا الكارت ده وحفظوه، دي مش علاقة ثلاثية، ده احتفال بشيء. في حيرة من خطوة معينة، بس افتكر دي برضو قبل الاحتفال، هتبقى محتار شوية يا ميزان، اعمل الخطوة دي ولا ما اعملهاش، لان عملت بص طب يا ترى هيحصل ده ولا ده ولا ده، خايف من توابع القرار اللي انت هتاخده. ما تخافش، جمع بس معلومات على قد ما تقدر، ان شاء الله في احتفال. برضو الحالة المادية كويسة جدا، بسم الله ما شاء الله، فيه تحسن كويس جدا وحالة من الاستقرار، مفيش بقى مطبات، مفيش يعني اللي هو مرة يوم معاك يوم معاكش الكلام ده، لا ان شاء الله بإذن الله دايما هتكون حالتك المادية مستقرة وكويس. strength، القوة، كارت القوة ده بالنسبة لي ليه معنيين، يا اما انت بتتعامل مع شخص قوي جدا، ممكن يكون مدير عمل، ممكن يكون اب او ام، شخصيات من الشخصيات القويه، او حتى يعني ايا كان زوج او حد، الشخص ده قوي جدا، شخصيته قويه. عشان تسيطر على الشخص ده
محتاج تسيطر عليه بعقلك مش بالقوة خالص. زي ما انتوا شايفين ده أسد، ده أقوى شيء، فأنت مش هتعلي عليه. اللي هتعمله انت هتحاول تروضه وتسيطر عليه بس بعقلك. ازاي؟ بالراحة، بالطبطبة، بالكلمة كويسة، يعني تعرف تكسبه بالطريقة دي. أنا شايفة فعلا كان في عاصفة، أنت كنت بتمر بظروف صعبة يا ميزان، فعلا كان في موج عالي ودوشة ومشاكل وحاجات كتير قوي، بس أنت حددي المشاكل دي كلها ظهرك، هتديها ظهرك وتمشي، هتروح لمكان أهدى، مش مكان أهدى إن أنت هتسافر، لأ، بمجرد ما تدي المشاكل دي ظهرك وتبتدي تكمل حياتك، يعني هتحس بالهدوء اللي حياتك هتبقى فيه، خلاص اديها ظهرك امشي. والكارت ده كمان بيحسسني انه في ناس معتمدة عليك يا ميزان. انت لو انت ام او فانت البيت معتمد عليكي، حتى لو اخت كبيرة، حتى لو انت طبعا الاب ده في كل الحالات هو ده عماد البيت، وكل افراد البيت بيعتمدوا عليه. انت شخص في ناس حياتهم بتعتمد عليك، انت بالنسبة لهم الامان، انت اللي بيتسندوا عليك. فخليك يعني خد قرار صح وابعد عن المشاكل دي، خدهم لبر الامان، هتعدوا لبر الامان ان شاء الله. هنا بقى في سفر. Three of Wands دي رحلة طويلة وبتسلك طريق جديد خالص، واعتقد ده هيكون تأثير الحالة المادية اللي هتتطور دي. بعدها على طول هيحصل سفر، سفر بعيد، يعني طريق طويل، مش يعني السفرة مدتها طويلة، مش اللي هو مسافر يومين وراجع، لا، مدة طويلة إن شاء الله. وأفتكر سفرك ده هو اللي هيبعدك عن المشاكل. أيوة بالظبط كده، في موت لشيء يا ميزان، ما شاء الله الدنيا. عارفين انتوا القراية بتاعتكم عاملة ازاي؟ يعني انتوا بتقلبوا الصفحة خلاص. في موت لشيء كان غلط، مش غلط، في شيء انت كنت عايش بيه طول حياتك، يعني ممكن يكون معتقد، ممكن تكون أسلوب حياة، يعني ده هيموت وهيحل محل شيء تاني. ممكن يكون أسلوب الحياة ده المشاكل اللي أنت كنت عايش فيها خلاص، بقت جزء منك وأنت جزء منها، خلاص الشيء ده هيموت وهيحل محله شيء تاني. يحل محله بقى الهدوء والانسجام واللي هو السكينة دي. قراية تحفة، بسم الله ما شاء الله، هلخصها بسرعة. في انتصار ليك يا ميزان، في صحوة من تعب أو زعل، وكمان قرار نهائي بيتاخد بعد حيرة وتفكير كتير، في احتفال إن شاء الله، حالة مادية كويسة بتتطور كويس جدا، بعدها سفر بعيد، بعدها نبعد عن المشاكل ونروح لبر الأمان إن شاء الله، نروض شخص كبير بعقلنا، وموت شيء وولادة شيء جديد في حياتك هيخلي حياتك إن شاء الله للأحسن. يا رب يبعت لكم كل خير. القراية أنا عن نفسي عجبتني جدا، يعني أنا كان نفسي تبقى ليا صراحة، ما شاء الله قراية تحفة، ندل على سلامتك وربنا يتم شفاكي على خير يا رب. يعني نشوف بقى ايه المرحلة التانية، الحالة العاطفية. حلو جدا ميزان، المرحلة التانية انت عايز ايه؟ ميزان حابب يكون لوحده دلوقتي وبيفكر في شيء بعمق، يفكر في حاجة يعني واخدة كل تفكيره واللمبة منورة، يعني اللمبة منورة وعمالة تديله أفكار، بيفكر لوحده وهو عنده من الحكمة اللي يخليه عايز يفكر لوحده بالطريقة دي. نفسه في مغامرة معاك طبعا، مع الشريك في مغامرة، يعني
ممكن تكون شيء جديد، تعملوا حاجة جديدة مع بعض، تسافروا مكان جديد، تعملوا حاجة جديدة، حاجة ما عملتهاش قبل كده. ممكن يكون حاسس بشوية رتابة في العلاقة أو حاجة نفسه.